بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا ولم يتركنا سدى، وإنما أقام علينا 5 رقابات. الرقابة الأولى منها رقابة الملك الديان، فهو أقرب إلى كل واحد منا من حبل الوريد، يعلم ما توسوس به نفس كل واحد منا. ما يكون من النجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. لا تحجب عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. والرقابة الثانية رقابة الرسول الشهيد، فكل أمة بعث الله فيها رسولا جعله شهيدا عليها بأعمالها، تعرض عليه فيشهد بها يوم القيامة. وهذه الأمة اختار الله لها أفضل الشهداء، الذي لا يعزل ولا يجرح ولا يبدل، وهو أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله الله شهيدا على هذه الأمة بأعمالها، تعرض عليه في قبره فيسر بحسنها ويساء بسيئها. وذلك أن الشهادة من شرطها العلم، فلا يمكن أن يشهد الإنسان بما لا علم له به. وقد قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الله شهادته على هذه الأمة في عدد كثير من الآيات، كقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وشهادته صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يطلعه الله على أعمالنا ليشهد بها، لأن الشهادة من شرطها العلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا عليه معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، فلا يصلي عليه أحد ولا يسلم إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. والرقابة الثالثة رقابة الملائكة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى أطلعهم على أعمالنا يشهدون بها علينا. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهؤلاء الملائكة الكرام منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلب الإنسان وينفث فيه، وهكذا بقيتهم. فمع كل واحد من البشر 21 من الملائكة، كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه 3 ومن خلفه 3 يحفظونه من أمر الله، أي هم من أمر الله. والملكان صاحب اليمين وصاحب الشمال، والقرين الذي يلم بقلبه، وملك السؤال، والملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيحصل من ذلك 21 ملكا. وهذا مقتض لعدم التفريط. ثم بعد ذلك الشهادة الرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله في أرضه. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس فمر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. ومحل هذا في من كان من أهل الأمانة والثقة، لأنهم الذين يستشهدهم الله على خلقه، وأما من سواهم فليسوا شهودا عند الله ولا معدلين عنده. ثم بعد ذلك الرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وكذلك قال تعالى:
ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالإنسان في الواقع يشهد على نفسه، كل شعرة من شعره وكل عضلة من عضلاته تشهد عليه بما قدم يوم القيامة. يختم الله على فيه فلا ينطق من حيث من مكان النطق، ولكن يمثل له لسانه فيشهد عليه لا من محل النطق. فاللسان يشهد لا بطريقة النطق المعتادة اليوم، لأن الفم قد ختم عليه. ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، لكن اللسان يشهد عليه، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهذه الرقابات الخمس رتبها الله على الإنسان وجعل له خمسة أعمار. العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، كلهم شهدوا له بالوحدانية، فأخذ عليهم إذ ذاك العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقد ثبت الله هذا العمر الأول في قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. والعمر الثاني هو عمر الإنسان في هذه الحياة فوق الأرض، بدايته من نفخ الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، ونهايته من بانتزاع الروح منه عند الموت. فما بين النفخة والنزعة هو عمر الإنسان التكليفي، يبدأ التكليف فيه بعد الإعذار، فقد أعذر الله إلى الإنسان بما قبل البلوغ، ورفع عنه التكاليف ورفع عنه أقلام الكاتبين، وكتب له ما يأتيه من الحسنات ولم يكتب عليه ما يأتيه من السيئات، لطفا من الله وكرما وجودا. ولكن إذا بلغ الإنسان فإنه قد خرج من تلك المرحلة، واشتغلت أقلام الملائكة الكرام، وبدأ الإنسان في مزاولة الأعمال، يكتب له حسنها ويكتب عليه سيئها. وهذا العمر هو أقصر أعمال الإنسان، مدته قصيرة جدا. ويكفي من ذلك أن تقارن بين عمر نوح عليه السلام فوق الأرض وعمره تحتها مثلا. فنوح لا نعلم في البشرية أطول عمرا منه بحسب ما أتانا في القرآن، لأن الله أخبر أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث نبي إلا على رأس 40 سنة، فتلك 1000 سنة إلا 10 سنين. وثبت أن السفينة مكثت فوق الماء 40 سنة، فتلك 1030 سنة. ثم قيل له بعد ذلك يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فهذه الرحمات والبركات التي نزل بها من السفينة تقتضي عمرا ليس أقل من العمر السابق، ومع ذلك مضى على نوح تحت الأرض الآن آلاف السنين، أضعاف وأضعاف ما مكثه فوق الأرض. ونحن الآن أعمارنا المعتادة، أعمار ههذه الأمة 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة إلى آخره. وإذا طال عمر الإنسان وعمر قد يبلغ 100 سنة، لكن مع ذلك يمضي عليه آلاف السنين في عمره البرزخي، كما أن عمره السابق أيضا مضى فيه آلاف السنين، بل يمكن أن يكون مليارات السنين، الله أعلم بذلك. والعمر الثالث هو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ، وهذا عمر طويل، ولكن الإنسان لا يستشعر طوله، لأن الله لما قصر أعمارنا فوق الأرض هيأ لنا ما يدلنا على هذه الأعمار. فالسنوات والشهور والأيام والليالي والساعات والدقائق والثواني كلها مؤذنة بالانقضاء والانتهاء، فهي منبهة للإنسان. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وهو عمر بكامله، تختم صحائفه عند نهايته وتعرض على الإنسان عند العرض على الله سبحانه وتعالى. فقد قامت علينا الحجة بهذا العمر. أما العمر البرزخي
فإنه ليس فيه أيام وليال وشهور وسنوات، ولكن فيه مشاهد، أولها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، فالإنسان عندما يوضع في قبره الضجعة الأولى يبدو له فيها من الله ما لم يكن يحتسب، وتزال الغشاوة عن عينيه فيرى ما كان مستورا عنه. نحن الآن لا نرى إلا عالم الشهادة، فنرى ما يدب على هذه الأرض من بعض المدركات ويختفي عنا أضعافه. هذا الأكسجين الذي نتنفس فيه فيه من أنواع الخلائق ما لا يحصى ولا يعد، ولكن الله ستره عنا. يعيش معنا على هذه الأرض أنواع لا حصر لها من الخلائق، ومع ذلك ما هي إلا كوكب واحد من المجموعة الشمسية التي نحن فيها، وما تلك إلا مجموعة واحدة من هذه المجرات التي لا حصر لها ولا يعلم أعدادها إلا الله جل جلاله. فكل ذلك يدلنا على سعة علم الله جل جلاله وضيق علمنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا أدركنا ذلك علمنا أننا بمجرد الموت ترفع عن الإنسان الأستار، فينكشف له ما كان خفيا عنه. كثير من الناس يظن أنه إذا وري تحت التراب وستر بالأكفان قد انقطعت رؤيته، والواقع أنه بدأت رؤيته من جديد، يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى كثيرا من الأمور التي لم يكن يدركها بعقله ولا يمكن أن يتصورها. ولذلك قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاء التعبير في هذه الآية بموضعين: الموضع الأول كشفنا عنك غطاءك، فكأن الإنسان مغطى في هذه الحياة، لأن هذه الأعمار الإنسان فيها مؤلف من ثلاثة عناصر: هي العقل الذي هو نور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والبدن الذي هو من تراب. وهذه العناصر الثلاثة كلها ألفها الله في الإنسان وخاطبها بالدين، فهو ثلاثة عناصر: الإسلام هو خطاب الله للبدن، والإيمان خطابه للعقل، والإحسان خطابه للروح، ولا يمكن إلا أن يقع التوازن بينها، لكنها متفاوتة الغلبة في هذه الأعمار. فالعمر الأول الذي هو عالم الذر لم يكن فيه بدن، فكانت الروح والعقل غالبين معا. ثم جاء عمر الحياة الدنيا فكان البدن فيه غالبا على العقل والروح، ولذلك يقدم الإنسان على أشياء لا يسوغها العقل ولا يمكن أن ترضاها الروح، لأن بدنه وشهوانيته وحيوانيته غالبة على عقله وروحه. أما العالم الثالث، العمر الثالث، وهو عمر الإنسان في البرزخ تحت الأرض، فإن الروح غالبة على البدن، والبدن تأكله التراب، ولكن تبقى الروح. فإن كان من أهل السعادة فأرواح السعداء في حواصل طير خضر تتفيأ من ظلال الجنة وتشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها، وإن كانت الأخرى عائذا بالله فإنه يكون في سجين حيث تحبس أرواح الأشقياء، وهي الأرض السابعة عائذا بالله من ذلك. وبهذا يدرك الإنسان أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، لأنها يقع فيها التساوي بين العقل والروح والبدن. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الحقيقية المتجددة. أما ما سواها فهو حياة ظل، إما أن يغلب البدن وإما أن تغلب الروح وإما أن يغلب العقل، لكن في الدار الآخرة يتساوى الجميع. فإدراك الإنسان بعقله مثل إدراكه بروحه مثل إدراكه ببدنه. والذي يريد أن يفهم هذا جيدا ينظر إلى مدركاته في حال نومه عندما يغطى البدن، فيغطى السمع والبصر والعقل، وتنطلق الروح في علم الله جل جلاله، فإنها ترى ما يمتنع في العقل ويمتنع في العادة وجوده، تلتقي بالأموات الذين ماتوا من فترات، وتلتقي بمن لا تعرفهم، وتصعد وتنزل وتهبط وتأتي إلى أراض بعيدة لا يمكن أن تصل إليها خلال هذه الثواني. ورؤيا النوم تقع في ثانية في ثانيتين في ثلاث ثواني، إنما يقاس عمرها بالثواني. ولذلك تسمى بالطيف لسرعتها وسرعة ذهابها وزوالها، ومع ذلك تشاهد فيها المشاهد الطويلة التي إذا قدرت
بأعمالك في الحياة ربما قارنتها بسنة من عمرك أو نحو ذلك، وترى كل ذلك في نومة واحدة، أنك ذهبت إلى مشرق الأرض وإلى مغربها والتقيت بفلان وسمعت كذا وعملت المجال الفلاني، وكل ذلك من الأمور المتباينة المتباعدة لو كنت في اليقظة لا يمكن أن تتصور هذه الأسفار والمسافات ولقاء من مات وقطع القرون إلى الأمام أو إلى الخلف. فهذه أمور روحية، وإدراكها يبين لك أن الروح الآن في سجن وهو حبسها في البدن، وإذا مت انطلقت الروح من هذا السجن. ولذلك فإن القبر الواحد تجتمع فيه عظام من هو في غاية السعادة ومن هو في غاية الشقاوة، تختلط عظامهما وذراتهما، ولا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا. وقد مثل لذلك أهل العلم برجلين يلبسان كساء واحدا وينامان على فراش واحد، فيرى أحدهما رؤياه هي غاية في الملذة، ويرى الآخر رؤياه هي غاية في الألم، فلا هذا يحس بشيء من لذة هذا ولا هذا يحس بشيء من ألم هذا وحزنه. فكذلك المقبورون في قبورهم، هذا شأنهم. القبر الواحد يدفن فيه أجيال متفاوتة من الناس، كما قال أبو العلاء: كم دفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد، فاسأل الفرقدين عمن أحسى من قبيل وآنسى من بلادي، كم أقاما على زوال نهار وأنارا لمدلج في سوادي، تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد، خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. والعمر الرابع هو عمر الإنسان فوق الساهرة، وهو عمر القيام، ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا نوم ولا راحة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك فكل المشاهد التي سبقته تنسى به. العمر البرزخي مشهده الأول تلك الضجعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فلما وضع الميت في قبره أشار بيده أن كفوا، فنظر إليه ساعة ثم قال: أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. وقال: إن ضمة القبر تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وما ذلك إلا أنها تهيئة لكلام الملائكة. فالإنسان العادي الآن لا يستطيع بقوته تحمل كلام الملائكة وسماع كلامهم ومحاورتهم وجوابهم، لأنه ضعيف عن ذلك، والملائكة أقوياء. وانظروا إلى وصف الله لجبريل في كتابه، فإنه قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. شديد القوى، جميع قواه شديدة، ذو مرة معناه ذو قوة، بعد أن قال شديد القوى قال ذو مرة إضافة إلى ذلك. فقوتهم لا يمكن أن نتصورها بوجه من الوجوه. والرسول صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي لما أرسل إليه جبريل لم يكلمه حتى غطه ثلاثا، خلقه حتى بلغ منه الجهد، ثم يرسله فيقول: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ. فكذلك الميت يغطه القبر كغطة جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تختلف أضلاعه، يدخل بعضها في بعض، وتزول حمائله، وهي ما يزيد على الظهر من سمك الخصرين، معناه ما يكون من الخصرين زائدا على مساواة الظهر، فإنه يزول بالكلية لشدة الضغط. ثم بعد ذلك سؤال الملكين منكر ونكير، يقولان له: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا، نم نومة عروس. معنى ذلك أنه لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، لأنه لا يستيقظ من تلك النومة إلا إلى ما يحبه. وإن كان منافقا أو مرتابا قال: ها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وفي رواية: ويضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منا ما أقلوها. أهل منا معناه الحجيج كلهم، ما أقلوها، ما استطاعوا رفعها عن الأرض. وبعد ذلك يأتي عرض العمل، إن كان الإنسان محسنا معناه غلب إحسانه على إساءته،
جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة، يتهلل في وجهه ويقول أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنسك في غربتك. وإن كان مسيئا أي غلبت إساءته على إحسانه، جاءه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك. نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. فنتن رائحته كريه، ومنظره كريه، وهو معاد له، فهو عدوه، ومع ذلك يلازمه في قبره إلى أن يبعث منه. وإن كان محسنا في مقابل ذلك، كان العمل في أحسن صورة وأحسن رائحة، رائحته لا تتغير وجمال صورته لا يتغير، وهو ملازم له في قبره يؤنسه في وحشته. وبعد ذلك يعرض عليه مقعده من الجنة والنار. إن كان محسنا قيل له هذا مقعدك من الجنة ينتظرك، وهذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به خيرا منه، فيحمد الله على مقعده من الجنة. وإن كانت الأخرى أري مقعده من الجنة والنار، فيقال له هذا مقعدك من الجنة لو أحسنت، وهذا مقعدك من النار إنما نلته بعملك. وهكذا يبقى الإنسان إما في نعيم في قبره، وإما في عذاب، إلى أن يسمع نداء المنادي هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وذلك بعد أن يأذن الله لإسرافيل في النفخ في الصور، وقد التقمه الآن وأصغى ليتا معناه رفع أحد شقي رقبته ينتظر سماع الإذن له بالنفخ فيه، فإذا نفخ فيه نفخة الفزع يصعق لها الخلائق جميعا، ويمكثون 40 سنة ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والعمر الثالث وهو أقصد الرابع وهو العمر فوق الساهرة، قال الله فيه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وعندما يصل إليه الإنسان ينسى ما مر عليه، فالذي كان بشر بالجنة ورأى مقعده منها في القبر ينسى ذلك إذا بعث، والذي كان بشر بالنار ورأى مقعده منها كذلك ينسى ذلك. فالقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. كل مشهد ينسي الإنسان مشاهده السابقة، حتى لو بشر بالجنة ولو رأى مقعده منها ينسى كل ذلك لقوة هذه المشاهد. كل مشهد ينسي الذي قبله. وأعظم شيء في عمر البرزخ هو الليلة الأولى التي يبيتها بين الأموات ولم يبت معهم قبلها، فإنها تقارن بليلة صبيحتها يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. وعمر القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، يأتي فيه الناس حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده، فيقفون على الساهرة يتدارك أولهم وآخرهم كالجراد المبثوث وكالفراش المنتشر. والساهرة أرض كالكرصفة البيضاء مدورة، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر. وعندما يجتمع فيها الخلائق جميعا تكور الشمس فوق رؤوسهم وتدنو حتى تكون كالميل، ويشتد بهم العرق، فمنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه أي ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وهو آخرهم. ويطول الموقف بهم فيتمنون الخروج من هذا الموقف إما إلى جنة وإما إلى نار. ويؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، معناه أن جهنم تأتي يقودها 4,900,000,000,000 من الملائكة، لأن لها 70,000 زمام، وكل زمام فيه 70,000 من الملائكة. 70,000 في 70,000 يضرب 70,000 4,900,000,000، وهم يجرونها جرا تحيط بالناس من كل جانب. وحينئذ لا يخرجون من هذا إلا بالشفاعة، يأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وجعلك خليفته في الأرض، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول آدم نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله،
وإني قد عصيت الله تعالى فأكلت من الشجرة التي لم يؤذن لي بها، ولكن اذهبوا إلى نوح. فيأتونه فيقولون يا نوح أنت أول البشر أول الرسل إلى أهل الأرض، وأنت أبو البشر بعد آدم، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول نوح نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني سألت الله ما لم يأذن لي به، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتونه فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله جل جلاله، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول إبراهيم نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات، وهل كنت إلا خليلا من وراء، ولكن اذهبوا إلى موسى. فيأتونه فيقولون يا موسى أنت نجي الله اجتباك بكلامه وبرسالاته، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم يؤذن لي بها، ولكن اذهبوا إلى عيسى. فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول عيسى نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عبدت من دون الله لا يجد شيئا يأثره إلا ذلك، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت خاتم الرسل وإمامهم، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله ثناء عليه لا يحسنه في الدنيا ولم يثن به أحد قط على الله. فيناديه ربه جل جلاله يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيقول يا ربي أمتي، فيشفع للخلائق جميعا إما إلى جنة وإما إلى نار، ويشفع لأمته في تخفيف العذاب عن المعذبين منهم. وحينئذ يتجلى الباري جل جلاله لفصل الخصام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فيبسط الله كنفه على عبده المؤمن فيقول أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه؟ فيقول نعم يا ربي وكنت قد نسيته. فيقول لكنني لم أنسه. فيغفره الله له فقد ستره به في الدنيا، ويغفره له يوم القيامة. ويفضح الله أقواما في ذلك الموقف قد ستروا في الدنيا بجرائرهم وجرائمهم، فيعلنونها على رؤوس الملأ، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيأتي كل إنسان وفي عنقه كتابه وفيه أعماله، فيقرأها على رؤوس الملأ، يصيح بأعلى صوته يقول فعلت كذا يوم كذا وتركت كذا يوم كذا، وفعلت كذا ليلة كذا وتركت كذا ليلة كذا، بحضرة الملك الديان والأنبياء والملائكة والخلائق أجمعين من لدن آدم إلى نهايتهم. وهذا موقف عصيب من المواقف المنطقة، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن لا يرفع عنا ستره في الدنيا ولا في الآخرة. وبعد ذلك توضع الموازين وهي بالقسط، كل إنسان تعرض عليه أعماله وتوزن، فالذي ترجح كفة حسناته ناج، والذي ترجح كفة سيئاته هاون. وهذا من تمام عدل الله تعالى، لأنه أتاح الفرصة، فلا يمكن أن يكون إنسان ما له إلا كفة واحدة، لم يعمل قط إلا خيرا أو لم يعمل قط إلا شرا غالبا. فلذلك كان من عدل الله أن يتاح له الفرصة بأن يوزن ذلك بين يديه وهو ينظر. والميزان حينئذ يرجح بمثقال الذر، والذر النمل الصغير، صغار النمل. إما أن ترجح هذه الكفة وإما أن ترجح هذه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فنضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله سبحانه وتعالى هو أسرع الحاسبين،
وهو سريع الحساب فيجازي الناس جميعا على أعمالهم، وعندئذ تصدر الصحائف للناس، فمن كان من الناجين يبيض الله وجهه فيخترق في النور مسيرة 500 عام، وتطيب يده اليمنى ويعطى كتابه تلقاء وجهه بيمينه، فيصيح من الفرح فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق الحسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن رجحت كفة سيئاته عائدا بالله يسود الله وجهه حتى ما يرى موضع قدمه، وتؤخذ يده الشمال فيضجع فيثقب بين ثدييه حتى يخرج الثقب من بين كتفيه، وتدخل يده اليسرى، تغل يده اليمنى مع رقبته بسلسلة ذرعها 70 ذراعا، وتدخل يده اليسرى من بين ثدييه فتخرج من بين كتفيه وهي ملطخة بالدماء، ويعطى بها كتابه بشماله من وراء ظهره عائدا بالله. وحينئذ يتندم غاية الندم، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتها أي الثقبة كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فيقول الله لملائكته خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وبعد ذلك ينصب الصراط عندما يؤتى بجهنم فتزلف، فيمر الصراط من فوقها لا يمكن أن يتجاوزها أحد، لا بد أن يردها الجميع، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا الورود هو العبور فوقها على الصراط، فينصب الصراط وهو جسر على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، والكلوب الواحد يسقط به 70 ألفا في قعر جهنم. والناس يتفاوتون 3 أقسام، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف أو كالريح المرسلة أو كأجاويد الخيل والإبل، وهؤلاء هم الناجون، ومنهم من يصحب على مقعدته. ثم بعد ذلك قسم آخر يؤخذ بعض أعضائهم ويخدشون، فمنهم من يؤخذ جناحه أو رجله أو يبقر بطنه أو يؤخذ شدقه أو عينه أو أذنه، كل بحسب عمله، فهذا نصيب النار منه وينجو بسائر جسده. والقسم الثالث الذين ينكبون على وجوههم فيتساقطون ذات اليمين أو ذات الشمال من فوق الجسر المرتفع فوق جهنم، ويهوي أحدهم 70 خريفا لا يصل إلى قعرها. وهذا الصراط قد مثل له بالصراط الدنيوي الذي أنتم عليه اليوم، فهذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله صراط دنيوي مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فيه إيمان بالله وعمل صالح، وفيه حدود الله التي لا بد من اجتنابها وتعديها وعدم تجاوزها، وفيه كذلك الأخلاق والقيم. فهذا الصراط بقدر إمساك الإنسان به وثباته عليه يكون ثباته على الصراط الأخروي، فالذي يستطيع الثبات على هذا الصراط الدنيوي لا يميل في بنيات الطريق يمينا ولا شمالا ناج. وأهله 3 أقسام الذين سبقت لهم الحسنى من الله تعالى، فوفقوا للطاعات من بداية شبابهم إلى نهاية أعمالهم وحسنت خواتمهم، فكانوا بأعلى الدرجات وهم السابقون بالخيرات بإذن الله. والقسم الثاني المقتصدون الذين جمع خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم وأحسن لهم الخاتمة. والقسم الثالث الذين ظلموا أنفسهم فضاعت أعمارهم في غير طاعة الله، ولكن الله اختار لهم الخير في آخر لحظات أعمارهم فختموا بالشهادة والحسنى، فكفر الله عنهم باقي أعمالهم وما سبق لهم. وهذه 3 كلها من الناجين يوم القيامة. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها على تفاوت منازلهم فيها،
إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء، وذلك لتباعد منازلهم. وعندما يمر الناس على الصراط فإنهم يرون شجرة وراءه عظيمة، فإذا وصلوا إليها إذا فيها نهران، نهر داخل ونهر خارج ينبعان من جذعها، فيؤمرون بأن ينغمسوا في النهر الخارج فينغمسون فيه فتتغير أجسامهم ويعودون إلى شبابهم، فيكونون في عمر 33، وتكون قاماتهم على قامة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء و7 أذرع في الأرض، ويتمم الله صورهم فلا يبقى فيهم شام ولا وشام ولا أثر جرح ولا خدش، من جرح منهم ومن كان ناقص الخلقة ومن كان دميما أو قبيحا ومن كان على أي صورة أخرى كان على صورة آدم ولونه وقامته، يبيضهم الله سبحانه وتعالى ويذهب عنهم كل ما كان فيهم من آثار العناء والنقص في أجسامهم، ثم يؤمرون فيشربون من النهر الداخل، فإذا شربوا منه لم يبقى في أجسادهم من المسام المفتوحة إلا ما يخرج منه الرشح وهو العرق، فلا مخاط ولا بول ولا دمع ولا غير ذلك، لا يخرج شيء بعد ذلك من أجسامهم إلا الرشح وهو العرق، ورشحهم كأحسن ما يكون المسك رائحة. ثم بعد ذلك يسترهم الله سبحانه وتعالى ويكسوهم من كسر الجنة، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى النبيون، ثم بعد ذلك الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وبعد ذلك الناس على منازلهم، وأقلهم درجة من يكسى 70 حلة من حرير الجنة. وبعد ذلك يأتي ولدان الجنة يتسابقون إليهم فيغنونهم ويمدحونهم، ثم يسبقونهم إلى منازلهم، فيقول الولدان لأهلهم هذا جاء أهل الجنة ومعهم فلان أو فيهم فلان، فيقول نساؤه أنت رأيته؟ فيقول نعم وهو على أثري، فتقف إحدى نسائه بالباب تنتظره، فإذا أتى فله وأهدى ببيته في الجنة من بيته في الدنيا، فيضع يده بين كتفيها فيرى أصابعه من بين ثدييها، وذلك أن نساء الجنة يرى مخ ساقي إحداهن من خارجه، ولو كشفت إحداهن عن وجهها لحظة لأشرق لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار عذبا من بصاقها، وأهداب حاجبها أهدابها كجناح النسر، وحاجبها كالهلال في الاستقواس والسعة. وبعد ذلك إن كان الوفد الآخر المتجه إلى النار نعوذ بالله يجدون فيها من أنواع المذلة والهوان ما لا يمكن أن يتصوره أحد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فهم يهوون من فوق الصراط فتقوى أجسامهم وتكبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة، تصوروا المسافة 400 كيلو، هذا مقعد أحدهم في النار، ولضرس أحدهم في النار كجبل أحد، وأقدامهم في السلاسل كالجبال السود المتراكمة، يضخمون لينالوا نصيبهم من العذاب، وتقوى أجسامهم. فهذه النار لا يمكن أن يتصور أحد شدتها، ففيها الجحيم الذي هو غاية الحر، وفيها الزمهرير الذي هو غاية البرد، وفيها أكره الروائح وأنتنها، والجحيم الذي فيها لا يمكن أن نتصور نحن درجته الحرارية، فالشمس هي أشد الكواكب الآن حرارة، ودرجة الحرارة المتصورة عليها الآن المتوقعة 14 مليون درجة حرارية، وكل ثانية يقع عليها 6000 انفجار نووي، ومع ذلك تكون عقيرة في النار يوم القيامة، لا تساوي شيئا من حر النار، لا تساوي أي نسبة من حر النار يوم القيامة، لكنهم يقوون عليها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والعمر الخامس هو هذا العمر الأبدي السرمدي، إما في جنة أو في نار، فإن كان في الجنة ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ما يناله الإنسان فيها من النعيم المقيم لا يزول ولا يحول ولا يمل أبد الآبدين، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، لا يملون شيئا مما فيها، بينما لذات الدنيا مملولة، لا يمكن أن يمكث الإنسان
في بيته ولو كان بيته أحسن القصور وأجملها لا يمكن أن يجلس فيه مدة الأسبوع إلا مل مللا شديدا وأصابه قرف يريد الخروج منه إلى أي اتجاه، حتى لو كان ذلك الاتجاه إلى الصحراء والأراضي الموحشة. وكذلك فإن ملذاتها لا تنقطع أبدا، والدنيا كل ملذاتها منقطعة، لكن نعيم الجنة لا يزول. عندما يصل إليها الإنسان وينال شيئا من روحها وريحانها تبقى معه تلك اللذة ولو جاء عليها مليارات اللذات، هذه اللذة الأولى وهذه الثانية والثالثة والرابعة والمليون والمليار، كلها باقية لا تتغير. بينما ملذات الدنيا لا يستطيع أحد أن يجمع بين اثنتين منها غالبا في وقت واحد، فهذا من النعيم المقيم الذي فيها. وبنيانها عجيب، فقبابها من الجواهر المنحوتة المجوفة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطع ظلها، وثمارها دانية لا تحتاج إلى أي جهد ولا أي عمل. وفيها الأسواق التي يذهب إليها الناس فيأخذون حوائجهم كلما ادعوه فهو لهم، لا يحتاجون إلى شراء بدينار ولا درهم. ويناديهم الجبار جل جلاله فيستزيرهم أن يسألهم أن يزوروه، فتهيأ لهم كثبان في الجنة من المسك فيجتمعون عليها، فيستقبلهم الجبار جل جلاله فيعودون إلى أهليهم وقد هبت عليهم رياح من ريح الجنة فعطرتهم وجملتهم، فيقول أهليهم تالله لقد ازددتم حسنا بعدنا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا. وأبلغ ما في الجنة من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هو فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأبلغ ما في النار من العذاب والمذلة والهوان أن أهلها لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا ينظر الله جل جلاله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ينادون مالكا خازن النار فيقولون يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فيمكثون 40 سنة ينتظرون جوابه فيقول إنكم ماكثون، ليس لهم جواب إلا ذلك، ولا يسمعون أي كلام من الملك الديان جل جلاله إلا كلام تقريع وإهانة، يقول اخسؤوا بها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وهذا العمر الطويل لا نهاية له، لكن أهله لا يملون، فأهل النار لشدة عذابهم واستمرار ما هم فيه كل يوم يظنون أن العذاب قد ازداد بما لا يمكن أن يتصور. وأهل الجنة لشدة ما هم فيه من النعيم كل يوم يظنون أنهم قد فتحوا بابا جديدا مع كل يوم من أنواع النعيم لا يتصور. ولذلك فإن أهل الجنة في كل يوم من الأيام كأنما يستقبلون نعيما جديدا، وكأنهم إنما دخلوا الجنة اليوم لما هم فيه من النعيم المقيم الذي لا ينقضي ولا يزول. والغريب أن كلما كان الإنسان يناله في الدنيا إنما يحس به إذا كان مبصرا بعينيه أمام وجهه، وإذا كان مسموعا بأذنيه فقط، وإذا كان مما يؤكل أو يشرب بفمه فقط، لكن نعيم الجنة يناله الإنسان كل شعرة منه تنال حظها وكل بشرة. فليس ما يتمتع به الإنسان الآن من الأصوات الجميلة لا يسمعه إلا بأذنيه، لكن لا تسمعه رجلاه ولا يداه، لكن نعيم الجنة أصواتها الجميلة يسمعها الإنسان كله، وروائحها الجميلة لا يشمها بأنفه فقط بل يشمها بكامله، ومناظرها الجميلة يراها الإنسان بكامله، وهكذا. فلذلك كانت المتعة فيها كاملة بكل أنواع الإحساس، يحس فيها الإنسان بجميع بدنه هو كله محل للنعيم،
لا يبقى شيء منه إلا نال حظه من النعيم. وهذا العمر الأخروي الأبدي السرمدي إنما هو مرتب على هذا العمر الدنيوي القصير. فأعمارنا التي نحن فيها اليوم هي أقصر أعمارنا، لكنها العمر المركزي، لأن الآخرة دار جزاء ولا عمل، والدنيا دار عمل ولا جزاء. فما لم يعمله الإنسان اليوم لا يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. وقد جعل الله لنا في هذا العمر الدنيوي 3 وسائل للنجاة من عذابه يوم القيامة. الوسيلة الأولى الدنيا، فهي دار العمل، وهي منتهية لا ينخدع عنها أحد بها، ولا يظنن أن الفرصة مواتية مستمرة. فهذه الدار التي أنتم فيها هي قرون وأمم، وقد مضت فيها الأمم من قبلكم وأنتم آخر أمة من أمم أهلها. وقد مضت القرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم الآن تقتربون من انتصاف القرن 15 من قرونها. فلذلك لا تنتظرون الآن إلا الأشراط الكبرى، ولا تدرون متى ينفخ في الصور، أو متى تطلع الشمس من مغربها، أو تخرج الدابة، أو يرفع القرآن، أو غير ذلك من الأشراط الكبرى كخروج الدجال ونزول المسيح ابن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. هذه الأشراط الكبرى التي تنتظرونها، وقد رأيتم الأشراط الصغرى. فما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشراط الصغرى قد شاهدتموه. فقد رأيتم تطاول الفقراء في البنيان، ورأيتم حقوق الآباء والأمهات، ورأيتم ما أخبر عنهم من الأحداث الجسام والمشكلات، حصار العراق، حصار الشام، ما يحصل في مصر، ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مما يحصل في جزيرة العرب، في مكة بالخصوص إذا رأيت بنيانها يطاول جبالها، ورأيت بطونها قد تبعثت كظائمة، فاعلم أن الأمر قد أضلك. وقد رأينا بنيانها اليوم وهو أطول من جبالها، البرج الذي فيها عند الحرم الآن أطول من جبالها. ورأينا أيضا فيها بطونها قد تبعثت كظائمة، ففيها هذه المواسير التي تنقل المياه تحت الأرض. وكذلك رأينا جبالها تنقل وتبعد من أماكنها. وهكذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور العجيبة. هذا الهاتف الذي كان بين يدي الآن، ورد في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل أهله من شراك نعله ومن مقبض صوته. من شراك نعله، السماعة التي تكون في الهاتف الآن هي مثل شراك النعل تماما، والهاتف قدره مثل مقبض الصوت، قدر مقبض الصوت فقط. وأشياء كثيرة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت. ولذلك لا ننتظر الآن إلا الأشراط الكبرى. فلذلك لا بد أن ندرك أن هذه الدار هي فرصتنا، ولا بد أن نعمل فيها. لا بد أن يدرك الإنسان أنه الآن في هذا الشهر، الشهر الرابع من هذه السنة الهجرية، لكن كم من إنسان لن يأتي عليه مثل هذا الشهر من العام القادم إلا وهو بين الجنادل والتراب، قد قدم إلى ما قدم وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. وكم من إنسان لا يأتي عليه مثل هذا الشهر إلا وهو طريح الفراش في المستقبل، مشلول لا يستطيع الحركة. وكم من إنسان سيذهب سمعه أو بصره أو عقله أو ماله أو أهله، أو يصاب بكارثة في هذا العام. كل ذلك قد أبرم في هذا العام في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فلذلك لا بد من التدارك قبل فوات الأوان. وبالأخص إذا أدرك الإنسان أن الناس عندما يحشرون، فيرى الإنسان الناجين والمضللين في وقت المحشر والشدة، فالناس في ظل صدقاتهم في مستقل أو مستكثر، فسيندم إذا لم يفعل مثل ما فعلوا. وقد قال بعض من حضر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. والفرصة الثانية التي أتاح الله لنا هي العمر الشخصي،
للإنسان، فكل إنسان منا عمره الشخصي يذهب، ولينظر إلى المرآة ولينظر إلى صوره في شبابه ويحتفظ بها، فإذا تقدم به العمر قارنها بصورته الحالية سيجد أنه قد تبدل وأصبح إنسانا آخر. وذلك يدلنا على أن الزمن سريع، وأنه إذا لم يستغل فهو حجة قائمة علينا. ولذلك يقول الشيخ أحمد الفاضل رحمة الله عليه: والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن، وقت يمر ولم يزد حسناته. فالوقت يمضي بسرعة هائلة، وما لم يستغله الإنسان منه كان حسرة عليه وندامة بين يدي الله. ثم بعد ذلك الفرصة الثالثة هي ما مكننا الله فيه من أنواع النعم، فالذي آتاه الله صحة وعافية ووسع عليه في رزق وآتاه أهلا وبيتا قامت عليه الحجة بما آتاه الله، والذي جعله الله مسؤولا مديرا لشركة أو وزيرا أو واليا أو رئيسا أو حاكما مسؤوليته كبيرة، لأن الله أنعم عليه بنعمة إذا لم يستغلها لمرضاة الله كانت حجة عليه. وهذه النعم ما بقاؤنا فيها إلا كبقاء أحدنا على كرسي الحلاق ليحلق رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فإذا لم تستغلها فهي حجة قائمة عليك. ولذلك الموت يقضي على هذه النعم والوظائف، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب، والموت واحد هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. ويكفي من قيام الحجة ويكفي من الوعظ هذا الموت الذي نراه، فنرى الحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء والمعمرين والمنقوص من أعمارهم والأقوياء والضعفاء كلهم ينقلون على الرقاب إلى الدار الآخرة، لا يعودون إلا عندما يناديهم المنادي هلموا إلى ربكم. ولذلك لا بد يا إخواني أن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان، وأن نبادر بالطاعات، فالله جل جلاله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد ناداكم نداء كريما، وهذا النداء شامل لأولكم وآخركم، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا إلى ربكم معناه توبوا إليه، وأسلموا له معناه استسلموا لأحكامه وأوامره ونواهيه، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي لا تستطيعون الخروج منه بوجه من الوجوه. وقد قامت علينا الحجة جميعا، فلا يستطيع أحد منا أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. ومن لم يبادر لاستغلال ما آتاه الله من هذه النعم فلا يلومن إلا نفسه، فقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أعذر من أنذر، فلذلك لا بد يا إخواني أن ندرك أننا في سباق، وأن هذا السباق فيه فائزون يسبقون الناس بآلاف السنين، وأولئك هم الذين يستحقون مجاورة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وهم الذين يستحقون النظر إلى وجه الله الكريم في كل أوقات الصلوات الخمس، ودونهم آخرون ليسوا بهذا المستوى لا يرون الله إلا من الجمعة إلى الجمعة، ودونهم آخرون لا يرونه إلا من رمضان إلى رمضان، ودون ذلك نعوذ بالله المحجوبون عن ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فلا بد يا إخواني أن نجتهد فيما يقربنا من الله من الأعمال الصالحة، وأن نعلم أن هذه الأعمال فرصتها مواتية الآن ما دام الإنسان في نشاطه وقوته، ولا يغرن الشباب الشيطان من أعمارهم، فإن كثيرا منهم يقول إنه الآن في نزوات شبابه
وإذا تقدم به العمر سيتوب ويؤوب إلى الله ويحسن بدل الإساءة، لأنه من يضمن له أنه سيعيش حتى يصل إلى ذلك المستوى؟ هل عنده بينة من الله أنه سيعمر إلى غد أو بعد غد؟ ليس لديه برهان على ذلك. فمن هنا لا بد أن يبادر الإنسان البدار سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والذي ينافس في الخيرات لا بد أن يتذكر الذين سلفوا، فهم الإسوة والقدوة. وليتذكر الإنسان أنه لا يحب أن يكون أحد أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ويريد أن ينافس أصحابه على جواره، ولا يمكن أن يتم له ذلك وهو يعمل مثل هذه الأعمال، لا بد أن يجتهد ويجد. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان في شبابه وهو ابن هذه الأسرة الكريمة، أسرة الملك والحكم والسيادة، فكان لجمال صورته ولما يستغله من الوسائل أيضا إذا مر من طريق عرف الناس أنه مر منها من رائحة عطره. فلقيه رجل بخناصرة وهي بلد من بلاد الشام، فقال: يا بني، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فاجتهد عمر، فكان يقوم الليل ويصوم حتى تغيرت صورته وشكله، فلقيه الرجل فقال: أهدي بك بخناصرة ووجهك مضيء وفراشك وطيء. فقال: منذ أخبرتني عن تلك العقبة وأنا أجتهد في قطعها. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الفرصة مواتية الآن، وأنه إذا لم يكن من الطائعين لله العابدين له التائبين إليه المستقيلين لعثراتهم فهو من الخاسرين الغاوين الهالكين، ولا يمكن أن يتمنى أحد مصيرهم ولا مآلهم. ليتذكر الإنسان حال الذين توفوا من أصحابه وأقاربه وجيرانه ومن يعرفهم، فإنهم انقطعوا عن هذا العمل، لا يستطيع أحد منهم أن يقول الآن لا إله إلا الله وقد حيل بينهم وبينها. فقل لا إله إلا الله قبل أن يحال بينك وبينها، أقبل على الله جل جلاله واصدقه في توجهك إليه، فإن من صدق الله لا يخيبه. حاول أن تكون كلما تقدم بك العمر تزداد في الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك إذا أخرت الأعمال إلى كبرك وضعفك فستضعف عن الأعمال الصالحة كما أنك تضعف أيضا عن الأعمال السيئة، ولذلك ليس ذلك عذرا ولا حجة. فبادر إلى الطاعات في شبابك وقوتك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وليسوا أفرادا وإنما هم مجموعات كبيرة من الخلائق، مجموعة كبيرة من كل وصف من الأوصاف السبعة، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأولئك قد دخلوا في كنف الجبار فنالوا جواره، وهو جل جلاله لا يمكن أن يعتدى على جاره. نسأله أن يكون لنا جارا من خلقه، فإن جاره لا يضام أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إليه، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعل عملنا أجمعين خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا،
لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم اجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق،
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك في انتظار فريضة من فرائضك، يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، أنت غني عنهم وهم فقراء إليك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم ارزقنا مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا ومن ولدوا ومن ولدهم ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ومن له حق علينا ومن له حق عليهم، ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم، ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك ويسر أمره واشرح صدره، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واكشف كروبها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الأمة في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك،
واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.